السلام عليكم مشاهدينا الكرام، من الرافدين حياكم الله. اللغة العربية لسان العرب ولغة شعرهم وأدبهم منذ عصورهم الأولى، اختارها الله تعالى لغة لكتابه المقدس، فقال عز وجل: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وظلت اللغة العربية على مر القرون تحافظ على هويتها، ولأن القرآن الكريم أنزل بهذه اللغة فقد تكفل الله بحفظها. ولكن بسبب تغير المقومات الحضارية وفقدان العرب والمسلمين مكانتهم في العالم، بدأت هذه اللغة بالتراجع عن الصدارة. فما التحديات التي واجهتها وتواجهها اللغة العربية قديما وحديثا؟ وهل يعاني العرب اليوم أزمة الهوية وما أسبابها؟ وما الوسائل والسبل الكفيلة بالحفاظ على لغتنا؟ هذه الأسئلة مشاهدينا وغيرها سنبحثها في حلقة حديث العرب بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية بعنوان: اللغة العربية لسان أمة وعنوان حضارة وهوية، فكونوا معنا. يحتفل العالم العربي في 18 من كانون الأول كل عام باليوم العالمي للغة العربية، والذي صدر فيه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1973 لتصبح بموجبه اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة. منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة احتفلت باليوم العالمي للغة العربية هذا العام في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بإقامة 3 موائد مستديرة مخصصة لبحث موضوع اللغة العربية والذكاء الاصطناعي، وشارك فيها خبراء ولغويون وأكاديميون وفنانون ومثقفون بمحاور مختلفة، مثل تأثير الذكاء الاصطناعي في صون اللغة العربية وحوسبة اللغة العربية ورهان المستقبل المعرفي، وإطلاق تقرير إقليمي عن اللغة العربية بصفتها بوابة لاكتساب المعارف ونقلها. اللغة العربية هي واحدة من اللغات العالمية، إذ يبلغ عدد المتحدثين بها أكثر من 422 مليون نسمة، غالبيتهم في البلدان العربية وبعض الدول الإسلامية. وتسمى هذه اللغة العريقة لغة الضاد، نسبة إلى حرف الضاد الذي لا نظير له في كافة اللغات، وبلغ عدد كلماتها أكثر من 12 مليون كلمة، ولها مكانتها السامية لدى كافة المسلمين من العرب وغيرهم، فهي لغة الصلاة وقراءة القرآن الكريم والعبادات الأخرى. ولولا الإسلام والقرآن الكريم لظلت العربية حبيسة اللسان متنقلة بين صدور الرجال. لذا يرى الباحثون من العرب والمسلمين والمستشرقين أن دور القرآن الكريم في حفظ العربية ونشرها كان الدور الأوحد على الإطلاق. قدمت اللغة العربية للبشرية إرثاً أدبياً لا مثيل له بين جميع اللغات، فالعربية هي اللغة التي تميزت بحجم المؤلفات التي كتبت فيها وعنها، حتى أصبحت المكتبة العربية اللغوية التقليدية واحدة من أكبر المكتبات اللغوية في تاريخ العالم. ولم يقتصر دور العربية على إنتاج الأدب والتاريخ وكتب العلوم التي بدأت بالازدهار في بغداد والأندلس لاحقاً، بل كان للعربية دور الوسيط الحافظ والضامن للفلسفات والعلوم الرياضية والفلكية القديمة، وهو ما أقرت الأمم المتحدة به، وهي في صدد شرح سبب الاحتفال بيوم عالمي للعربية. لكن اللغة العربية واجهت خلال تاريخها الطويل تحديات كبيرة للقضاء عليها أو التقليل من شأنها، من خلال ما مرت وتمر به الدول العربية من غزو فكري تارة أو احتلال مباشر لتلك البلدان تارة أخرى، لتبقى في خضم سجال دائم ومعارك طاحنة للحفاظ على هويتها. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة حديث العرب بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية بعنوان: اللغة العربية لسان أمة وعنوان حضارة وهوية. نرحب بضيفنا دكتور مصعب حمود، أستاذ جامعي في اللغة العربية والدراسات الإسلامية. مرحبا بك. مرحبا بكم، حياكم الله، ومرحبا بالمستمعين. كل عام وأنتم بخير وعربيتنا بخير والمستمعون بألف خير. شكرا جزيلا لك وحياك الله. ونرحب أيضا بضيفنا عبر سكايب دكتور حمدي بخيت، أستاذ اللغة العربية في جامعة غريسون تركيا. مرحبا بك دكتور حمدي بخيت معنا. أهلا وسهلا ومرحبا، حياك الله. نرحب أيضا بضيفنا عبر سكايب أيضا دكتور محمود عبد الرزاق غوثاني، مدرس اللغة العربية في جامعة موش كلية العلوم الإسلامية. حياكم الله دكتور محمود. حياكم الله يا سيدي. أهلا وسهلا. حياك.
ونبدأ منك دكتور مصعب حمود، حدثنا في البدء عن مكانة هذه اللغة العربية وعالميتها وأبرز سماتها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللغة العربية التي يتكلم بها اليوم أكثر من 400 مليون إنسان، ويتعبد بها أكثر من 1.5 مليار، وتحتل موقعاً في اللغات الست للأمم المتحدة. نعم. هذه اللغة يقولون هي أم اللغات السامية، إن لم نقل هي أم اللغات كلها. يعني لو ليست تجاوزنا السامية فحسب. نعم. لو تحدثنا عن الملائكة لما سلمت على سيدنا آدم وردت عليه السلام، قالت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بهذا اللفظ التعبدي إلى آخره، فنحن نعلم أنها يعني أم اللغات كلها. وإذا مشينا مع الأثريين الذين يقولون هي أم اللغات السامية فكذلك، وهي لغة كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه لا يحيط بمجموعها إلا نبي يوحى. تزهو بمخارجها الصوتية واتساع مساحتها، تزهو بصرفها واشتقاقها، تزهو بغناها بالمفردات سواء على سبيل الاستقلال أو الترادف أو الاشتراك، تزهو بخصائصها التعبيرية عن النفس البشرية. فدا لك لو أردت أن ألخص لك هذا أبرز ما يميز يعني العربية، فدا لك من قصة مذهبة تألق كالشمس في الكوكبة، الله، سكوبا ضياؤك كالسلسبيل سرت فوقه نسمة طيبة، وواها لحرفك ما أعذبه، تقاسيم في نفسها مطربة. الله الله. إذا دعي الشعر كنت السبيل إليه وعن نفسه معربة، وإن دعي العلم عبرت عنه من الحق فيه إلى المشتبه. إلى المشتبه. أأشفق أن تعصبي بالجبين وأن تدخلي عالم الحوسبة؟ بل الرقم رقمك. هذا 1 2 3، الرقم عربي في الأصل، الآن اللغة الإنجليزية. بل الرقم رقمك والتكنولوجيا منك وأنت لها المنجبة، ألست من الله قرآنه؟ فهل بعد من هذه مرتبة؟ يا سلام، استهلال طيب. نعم. دكتور، هذه خصائص اللغة العربية، لخصتها إجمالاً بأسلوب وشعر جميل، فحياك الله. دكتور حمدي بخيت عبر سكايب، أحييك مرة أخرى. دكتور حمدي بخيت أستاذ اللغة العربية في جامعة جيرسون التركية، مرحبا بك مجددا. ودكتور، نسأل عن أبرز التحديات التي واجهتها اللغة العربية، لنبدأ قديما. رب العالمين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. اللغة العربية لغة حية تتأثر وتؤثر في غيرها من اللغات، وهذا حدث مع اللغة العربية في العصر الجاهلي، حيث تأثرت وأثرت في اللغات المجاورة لها التي على رأسها اللغة الفارسية واللغة الرومية اليونانية وغيرها من اللغات المختلفة الحية في ذاك الزمان. وقد دخلت من هذه اللغات بعض الألفاظ، واستطاعت اللغة أن تهضمها وأن تعربها، ولكتها الألسن وتحدث بها الشعراء، حتى إذا ما نزل القرآن الكريم وجدنا بعض الألفاظ التي يذكرها العلماء بأنها ألفاظ غير عربية، وذهب العلماء في ذلك مذهبان. المذهب الأول يقول بأن القرآن الكريم ليست فيه ألفاظ أجناس مفردة من غير العربية، وعلى رأس هؤلاء
أبي عبيدة والفريق الثاني وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنهما يقول بأن في القرآن الكريم ألفاظا غير عربية، يعني مثل سندس واستبرق واليم وغيرها من الألفاظ. نعم. ثم أتى أبو عبيد القاسم بن سلام رضي الله عنه ورحمه الله تعالى ووازن بين هذين الرأيين الكبيرين وقال إن الرأيين صحيحان أو كلا الفريقين مصيبان. كيف دكتور؟ كيف؟ الفريق الذي قال إن القرآن فيه ألفاظ غير عربية نظر إلى أصل هذه الألفاظ، والفريق الآخر الذي قال ليس في القرآن ألفاظ غير عربية نظر إلى ما صارت إليه هذه الألفاظ. فبتكلم العرب بهذه الألفاظ وتهذيبها حتى صارت من بين الكلمات العربية التي يتحدثون بها صارت عربية. هذا يسمى التعريب دكتور؟ هذا يسمى التعريب. نعم نعم. فالألفاظ التي دخلت إلى العربية ألفاظ أعجمية تسمى بالألفاظ المعربة. نعم. والتي نقلت من لغة غير عربية إلى اللغة العربية. ثم بعد ذلك واجهت العلماء أمورا عندما وضعوا العلوم المختلفة. أبرزها باختصار لو سمحت دكتور. العلوم المختلفة من العلوم الإسلامية مثل المصطلحات الإيمان والإسلام والنفاق والفسق، حيث إن العربية تعرف منها المعاني العامة. فإذا بهؤلاء العلماء يضعون معاني خاصة لمثل هذه المصطلحات العلمية. ثم أتى العصر العباسي وما فيه من ترجمات مختلفة استوعبت كثيرا من اللغات التي ترجمت إلى العربية، فوضع العلماء كثيرا من المصطلحات غير العربية غير من اللغات غير العربية وضعوا مصطلحات عربية معربة استوعبت كل ما احتاج إليه العرب من هذه العلوم، سواء أكانت علوما طبية أم فلكية أم هندسية. واضح دكتور حمدي، أعتذر منك أن أكتفي بهذا القدر في هذا الباب. إذن دكتور محمود عبد الرزاق غوثاني مدرس اللغة العربية في جامعة موش كلية العلوم الإسلامية، نجدد التحية والترحيب بك دكتور. وتحدث دكتور حمدي عن أبرز التحديات التي واجهت اللغة العربية قديما، إذن كيف تغلبت اللغة العربية على التحديات التي واجهتها في العصر الحديث وتواجهها اليوم أيضا في عصر العولمة والتغريب؟ نعم أخي الكريم، أولا حياكم الله على هذا اللقاء المبارك. وحياك الله. وإلى جميع شدات العربية في العالم الإسلامي أوجه تحيتي، وكل عام أنتم بخير أجمعين. في الحقيقة اللغة العربية محفوظة بحفظ الله عز وجل، سواء تكالب عليها الناس أم لم يتكالب، هذه حقيقة لا يتمارى فيها إثنان. اللغة العربية محفوظة بحفظ الله عز وجل عن طريق القرآن الكريم وعن طريق الحديث النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومع كثرة العروض يعني في هذا العصر، مع كثرة العروض بالعامية، إلا أن بعض القنوات ما تزال تعرض يعني باللغة العربية الفصحى، وما تزال تهتم باللغة العربية الفصحى وتقدم البرامج اللغوية المفيدة، وما قناة الرافدين عنا ببعيد. حياكم الله. هذا أولا. ثانيا، التهجم على هذه اللغة، يعني دائما الناس يتهجمون عليها ويقولون هي لغة أصبحت قديمة وأصبحت لغة بائدة وهكذا، هذا مردود عليهم، لأن أعداء الإسلام بدأوا الآن يلجؤون إلى هذه اللغة، يعني أو الذين لا يؤمنون بالله عز وجل بدأوا يعني يتعلمون هذه اللغة ويقرونها في مناهجهم. وانظر إلى اليابان مثلا أو إلى كوريا، تجد أن اللغة العربية مهتما أهل تلك البلاد قد اهتموا باللغة العربية، يهتمون بها ويعلمونها أبنائهم، لأنها لغة منطقية ولغة بلاغية
ولغة إن شاء الله محفوظة بحفظ الله عز وجل. فمهما استطعنا أن مهما حاول الناس أن يقولوا إن هذه اللغة تعاني من تغريب في هذا العصر، يعني أنا أقول إن الله عز وجل تكفل بحفظ هذه اللغة، وهناك أناس قائمون على هذه اللغة ويحافظون عليها ويعلمونها الناس ليلا ونهارا. والآن نحن في الجامعات التركية ونرى هذا الإقبال الشديد على هذه اللغة، مع أنها تقع في تغريب، وفي الحقيقة التغريب هو للعرب وليس للمسلمين الناطقين بغير العربية. يعني هناك كثير من المسلمين الناطقين بغير العربية يتعلمون العربية، وهذا دليل على حفظ هذه اللغة ودوامها بإذن الله تعالى. نعم دكتور محمود، سأعود إليك إذا. دكتور مصعب، كيف نواجه طوفان الكلمات الدخيلة والمولدة التي يستخدمها المواطن العربي اليوم في هذا العصر، بينما يوجد لها مقابل يعني أجمل وأوضح في التعبير لما تتمتع به اللغة العربية كما تعلم؟ بالطبع كما تفضلت، يعني من قبل قال حافظ إبراهيم مثلا: وسعت كتاب الله آيا ولا وحكمة وما ضقت عن آي به، فكيف أضيق اليوم عن وغاية عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي. نعم. يعني هذا اللغة العربية نحن نستعمل منها، يقولون لسان العرب فيه 80,000 مادة، نحن نستعمل منها 10,000. إذا نحن يعني ليس هناك فقر في اللغة العربية، هناك فقر فينا نحن. إذا جاءت أو جاء وابل من المخترعات الأجنبية والنظريات الأجنبية مسماتا بأسمائها بطبيعة الحال، لأنهم هم الذين أنجبوها، فأمامنا خياران في هذا. الخيار الأول أن تنهض مجامع اللغة وتقف بالمرصاد لكل لفظ يأتي، لكل نظرية تأتي، فتحاول أن تعربها، وهذا ما يفعلون في الحقيقة. ربما يدركون، ربما يقصرون أحيانا، لكن هذا عملهم. أما الخيار الثاني وهو الخيار الأفضل، أن نطلق العنان لأجيالنا الشابة، نهيئ لها أجواء البحث، نهيئ لها الحرية في التفكير والتعبير، نهيئ لها المادة المناسبة، فلتخترع هي ولتسمي المخترع باسمه العربي. فإذا نحن أنجبنا مخترعنا وأنجبنا نظريتنا، فهذا سيذهب إلى اللغات الأخرى باسمه العربي كما حصل من قبل. إذن المعركة الحقيقية هي معركة الإبداع والاختراع، وليست هي معركة التسمية. هذا فيما أراه والله تعالى أعلم. نعم. إذن دكتور حمدي، ما ردك على من يتهم العربية الفصحى بالجمود والتقعر وعدم مواكبة التقدم الحضاري؟ الذين يتهمون اللغة العربية بالتقعر والجمود، إنما يحتاجون إلى أن يراجعوا أمتهم العربية، حيث إن اللغة العربية استطاعت أن تستوعب علوم العصر في عهد الدولة العباسية أو في العصر العباسي. واللغة العربية هي أم اللغات السامية عند كثير من علماء العربية والمستشرقين، يعني هي أم للعبرية ولغيرها. وقد رأينا في العصر الحديث اللغة العبرية الحديثة التي أحدثها المحتلون في فلسطين، وهم يدرسون بها العلوم العملية ويدرسون بها، فكيف بلهجة من لهجات العربية تستطيع أن تستوعب العلوم العصرية وأمها التي هي اللغة العربية لا تستطيع أن تستوعبها؟ والأضرب بعض الأمثلة من العصر العباسي. في حنين بن إسحاق الذي كان أستاذا كبيرا في بيت الحكمة أو دار الحكمة التي كانت تهتم بالعربية، قد ألف كتبا باللغة العربية في الطب وغير ذلك، وضمنها كثيرا من المصطلحات العلمية.
كذلك مفاتيح العلوم للخوارزمي المتوفى سنة 380 أو 387 من الهجرة، كتب فيه كثير من المصطلحات اللغوية العلمية. وهذا الكتاب يقع في مقالتين، أولاهما في علوم الشريعة وما يقترن بها من العلوم العربية، والمقالة الثانية لعلوم العجم من اليونانيين وغيرهم من الأمم. وعليهم أن يقرأوا كتاب القانون في الطب لابن سينا، هذا الكتاب الذي هو خلاصة الفكر اليوناني والعربي في الطب، ويمثل القمة التي وصلت إليها الحضارة الإسلامية في فنون الطب تجربة ونقلة. وعليهم أن يقرأوا كتاب الجامع لمفردات الأدوية والأغذية لابن البيطار المتوفى سنة 646 من الهجرة. هذا الكتاب يحتوي على 1400 نوع من العقاقير، منها 300 نوع لم يسبقه إلى وصفها أحد، وقد ترجم إلى اللغة اللاتينية. وفي النهضة الحديثة في القرن 19 الميلادي نجد مدرسة الألتون وما قامت به من تخريج 70 مترجما في 15 سنة. إذن الأمثلة كثيرة دكتور حمدي، الأمثلة كثيرة جدا للرد على ذلك، للرد على هؤلاء. نعم. سأعود إليك أيضا دكتور محمود، لماذا إذن هذا التهجم على الفصحى؟ أليست العربية لغة اشتقاق لا لغة تركيب، وهي تسخر بالمفردات والأضداد ما يكفل لها القدرة على التعبير عن أي موضوع أدبي أو بحث علمي أو إنساني؟ أخي الكريم، التهجم في الحقيقة هو التهجم على الدين لا على اللغة، لأن الذين يتهجمون على اللغة يقصدون أن هذه اللغة هي التي توصل الناس إلى الدين، فإذا أضعفوا اللغة في نفوس أهلها سيصلون إلى إضعاف الدين في نفوسهم. والتهجم هذا التهجم على اللغة ليس يعني حديثا، هو من قديم الزمان، وقد تهجم المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة، هذا التهجم على الدين، وبدأ يأخذ يعني أشكالا مختلفة في كل عصر من العصور حتى وصلنا إلى عصرنا هذا الذي يتهجم فيه الناس على اللغة العربية الفصحى، وذلك يرجع إلى ضعف في نفوسهم. ولو أنهم استطاعوا أن يتكلموا بهذه الفصحى ويتأقلموا معها لما وجدوا في أنفسهم حاجة إلى التهجم على هذه اللغة التي ستبقى بإذن الله تعالى منارة شامخة، وستبقى شوكة في حلوق أعداء الدين الذين يكيدون لهذا الدين ليل نهار، والله سبحانه وتعالى من ورائهم بالمرصاد. نعم دكتور مصعب، بعض اللغويين حذر من أن تلقى العربية المصير نفسه الذي واجهته اللغة اللاتينية عندما انفرطت إلى لهجات ثم تطورت إلى لغات في هذا اليوم قائمة بذاتها، هل تتفق مع هذا الطرح؟ لا يمكن أن يحدث هذا، لا يمكن، لأن الله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وحفظ الذكر القرآن يستلزم حفظ الحديث النبوي الشريف. نعم. فالحديث محفوظ أيضا لأنه شرح هذا الذكر، وحفظ الحديث الشريف يستلزم حفظ الكتب التي ألفت في خدمته. ولكن هذا في طي الكتب. نعم. سواء في القرآن أو في هذه الكتب العلمية، ولكن واقعنا اليوم لهجات متعددة، يعني هذا هو الواقع. اللهجات كانت من قبل وتكون، وهي أمر طبيعي في الحياة. أنا أقول لك شيء، هناك مستشرق ألماني أظن، ألماني أو غيره لا أذكر، لكن أرنست رينان مشهور، هذا أرنست رينان يقول شيئا مع أنه معاد للإسلام ومعاد بشدة للإسلام، لكنه لم يستطع ولم يسعه إلا أن يقر للعربية بخصيصة لا تكون في غيرها، قال ومن عجب هذه اللغة أنها ولدت فجأة كما يرى هو. نعم. ولدت فجأة على غاية الكمال، فليس لها طفولة وليس لها شيخوخة.
نعم هناك عامية هنا وهنا، وبعض العامية جميل أيضا يعبر عن العاطفة، لكن ستبقى اللغة العربية لغة العلم، لغة الدراسة، لغة القراءة، لغة المخاطبة بين المثقفين، لغة فهم القرآن والحديث، فهذا لا ينقضي إلى قيام الساعة. يعني هناك قاعدة متينة وأساس متين اسمه القرآن الكريم والحديث الشريف، هذا لا يتوفر في اللاتينية. لذلك اللاتينية لما اهتزت ذهبت وتبعثرت وتشرذمت، أما العربية فأسوأ ما يأتي عليها أن تنكفئ في بيتها وتنتظر جيلا مبدعا تزهر به ويزهر بها. أما هي فمحفوظة، لكن ينبغي أن نفكر نحن كيف نحفظ أنفسنا بلغتنا. هنا نعم. سؤال، وهناك مخاطر من الدعوة إلى العامية بحجة التجديد في اللغة، سنأتي على ذلك ولكن بعد فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ونستمر معكم بعده في حديث العرب. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء الخاص من حديث العرب بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، ونواصل حديثنا. دكتور حمدي بخيت، هناك دعوات إلى التجديد، كيف نفرق إذن بين الدعوة إلى التجديد في اللغة، وهي كما تعلم ويعلم الجميع دعوة ضرورية ومطلوبة وهي من ركائز التنمية اللغوية، وبين هذه القواعد المتعارف عليها، فالتجديد في اللغة يتصل بالاستعمال كما تعلم بنية الكلمة والجملة أو التركيب وغيرها من القواعد والضوابط. هذه الدعوات التي يدعون أنها تدعو إلى التجديد لا يعني كلمة حق أريد بها باطل، لأن كثيرا من الذين يدعون إلى التجديد هم من العلمانيين الذين يحاربون دين الله عز وجل، ويعلمون أن هذا الدين قائم على اللغة العربية، لأن القرآن الكريم لا يفهم إلا باللغة العربية. فإذا ما هدمت قواعدها وهدمت كتابتها وجد فاصل بين الذين يتكلمون بها وبين كتاب ربهم، لكن إن أرادوا أن يجددوا في كيفية التأليف في النحو والصرف والأدب والبلاغة والكتابة وغير ذلك بما يناسب الناشئة أو ما يناسب المستويات المختلفة فبها ونعمة. وقد كانت هذه الدعوة قد ظهرت في بداية القرن العشرين في البلاد العربية، وأخذ دعاتها يدعون إلى تجديد النحو وتجديد الكتابة، وكتبوا كتبا ولم تقرها المجامع اللغوية في ذاك الوقت، وقد قررت بعض منها على طلاب المدارس المتوسطة بالمستشرقين وغيرها، وقد خرج جيل لا يعرف شيئا عن أمور اللغة، لأنهم خالفوا ما هو متوارث، خالفوا ما هو مكتوب به كثير من الكتب العلمية اللغوية على مدى قرون طويلة. فإذا ما أرادوا أن تتناول اللغة العربية في مستوياتها المختلفة بأسلوب يتناسب ولغة العصر فبها ونعمة، وقد وجدت كتب تتناول هذا الأمر،
في القرن العشرين، في بداية القرن العشرين الميلادي الرابع عشر الهجري. نعم. الأستاذ علي أمين، الأستاذ علي الجارم ومصطفى أمين كتب في النحو، النحو الواضح. نعم. وهو كتاب جيد يتناسب مع المستويات اللغوية الناشئة. وكتب البلاغة الواضحة. نعم. وهي كتابة تتناسب مع المستويات في المرحلة الثانوية. وهذه الكتب لها فائدتها، فإن أرادوا أن يكون التجديد على هذا المنوال فبها ونعمت. أما إن أرادوا أن تغير القواعد التي كتبت بها الكتب العلمية منذ أكثر من 14 قرنا فهذا لا يجوز، ولا يكون هذا تجديدا، وإنما هو هدم للغة وقواعدها. نعم. إذن دكتور محمود، من هنا ما رأيك بالدعوة إلى تقليص الفجوة بين اللهجات العامية واللغة العربية الفصحى، وذلك بترقية العامية وتنقيتها من الشوائب التي علقت بها كما يدعي بعضهم؟ أخي الكريم، العامية ليست بعيدة عن الفصحى. عامية العراق أو عامية سوريا أو عامية السعودية، يعني أغلبها، أغلب كلماتها من العربية الفصحى. لها أصل. غير أن الناس يتكلمون بدون حركات. ولو رجعنا إلى أصول هذه الكلمات لوجدنا أكثرها من العامي من الفصحى. يعني هناك كتاب اسمه رد العامي إلى الفصيح. رد العامي إلى الفصيح. تكلم عن أكثر من 1400 كلمة يستخدمها الناس وهي فصحى، يستخدمها الناس في عاميتهم وهي فصحى. وهذا الكتاب لأحمد رضا، الشيخ أحمد رضا كان في مجمع اللغة العربية في دمشق، وطبع هذا الكتاب عام 1980 أو 81. نعم هذا صحيح دكتور، اسمح لي، ولكن هناك دعوات إلى أحلال العامية بدل الفصحى كما تعلم، حتى انطلقت منذ بداية القرن الماضي ولا تزال. نعم، جرت هذه الادعاءات على يد سعيد عقل في لبنان. هو أول من يعني أراد أن يكتب بالعامية وأن تحل العامية محل الفصحى، وهذا لا يمكن. لا يمكن أخي الكريم، هذا لا يمكن أن تحل العامية مكان الفصحى. لماذا؟ لأن يعني الذي تعود أن يتكلم بالفصحى يعني يصعب عليه أن يتكلم بالعامية. ونحن الآن في بلاد الغربة، عندما نتكلم بالعامية السورية أو العامية المصرية لا يفهم علينا الأتراك، ومن كان في أوروبا أيضا يعاني هذا الشيء. إذا تكلم بالعامية المغربية لا يفهم عليه الإنسان المسلم الأندلسي مثلا أو غيره. لذلك هناك يعني اللغة الفصحى هي التي تجمع بين المسلمين، تجمع بين العالم. وكما قال لي أحد الأتراك، اللغة العربية الفصحى هي جسر بيننا وبين العرب، بل هي جسر بيننا وبين الآخرة. نعم جميل. جميل. دكتور مصعب، هل يعاني اليوم العرب أزمة هوية وما أسبابها؟ أولاً، لو قلنا بمعاناتهم لأزمة الهوية فليس للغة العربية دخل في هذا الجانب. في الواقع لا أقول إننا نعاني أزمة هوية، إنما نعاني أشد من ذلك، نعاني آثار أزمة الهوية التي استمرت على مدى 100 عام. يعني بعد انقضاء الخلافة العثمانية التي كانت جامعة للمسلمين في سبيل الدولة القومية، حاول العرب أن يحصلوا دولتهم القومية لكنهم منعوا ذلك، فجعلت الدول قطرية وجعل أمامهم حلم الدولة القومية حتى يعني يشغلوا أنفسهم به دائما. ثم يعني لا حصلوا هذا ولا هذا، فانقلبت الأمور حروبا وفتنا وتشردا. فهذا مضمون أزمة الهوية هذه الأيام، والذي انعكس سلبا على القيم المجتمعية التي تشكل هوية المجتمع. أكثر من تضرر بأزمة الهوية هذه الملتجئون فلنقل أو المغتربون، ربما لا يظهر هذا في جيلهم الذي هم فيه،
متمسكون بأصولهم، لكن قد يظهر هذا في الأجيال التي تليهم من أبنائهم ومن أبناء أبنائهم. وقد كنت منذ مدة يسيرة في جنوب تركيا، فأبلغني أحدهم أن مئات الألوف هناك أصولهم عرب، لكنهم الآن لا يتكلمون باللغة العربية. فهذا ضياع في الهوية حصل من 100 سنة بسبب مسألة التدريك والتعريب الذي جرى، ونحن نعيش آثاره. نعيش آثاره يعني في العراق وسوريا وغيرها، تشهد أحداثا يعني كذلك. نعم. طيب، من هنا دكتور حمدي، أمام تحديات العصر نتيجة أيضا للتطورات الحديثة والحوسبة والتقنيات الحديثة، ألا تعتقد أن الواقع يشهد تراجعا للوعي الخاص بالمسألة اللغوية؟ نعم، المسألة اللغوية فيها تراجع، والسبب في ذلك ليس في اللغة وإنما في أهل اللغة. نعم، لأن أهل اللغة على لم يهتموا بها باهتمام الكامل. يعني مثلا مجامع اللغة العربية في الأقطار العربية الإسلامية التي وضعت كثيرا من المصطلحات العلمية باللغة العربية ترجمة وتعريبا وإدخالا لم تأخذ طريقها إلى النور. المسؤولون في البلاد العربية عن اللغة العربية من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والإعلام وغير ذلك والأزهر في مصر لم يهتموا الاهتمام الكافي باللغة العربية أو الاهتمام الذي يجعل خريجي اللغة العربية يستطيعون أن يواكبوا العصر ويواكبوا كل جديد. كما أن وسائل الإعلام لم تهتم الاهتمام الكافي باللغة العربية إلا قليلا منها. وسائل الإعلام أغلب الذين يعملون فيها يهتمون كثيرا باللغات الأجنبية ولا يهتمون إلا قليلا جدا باللغة العربية، وهذا له مردوده العكسي على اللغة، لأنهم لا يتكلمون بالعربية الفصحى، وإذا ما أتوا أو استضافوا أحدا لم يستضيفوا الذين يتحدثون باللغة العربية الفصحى كثيرا، بل يستضيفون الذين يتحدثون باللغات الأجنبية لهيامهم بلغة الغالب بلغة المستعبد للعرب والمسلمين. لا توجد قرارات ملزمة في البلاد العربية والإسلامية لجعل اللغة العربية اللغة الأولى التي يتعلم بها الطلاب والتي يعلم بها المعلمون. إن كثيرا من المعلمين، بل إن معظم المعلمين من أساتذة الجامعات والمعلمين في المدارس الثانوية والمعلمين في المدارس المتوسطة والابتدائية يتكلمون باللغة العامية، وهذا يؤدي إلى قلة الوعي في المسألة اللغوية. إذن هي قضية كبرى. أخذت اللغة العربية دورها وحظها في التعليم والإعلام وغيرها من المنابر المهتمة باللغة العربية، استطاعت أن تتغلب على كل هذه التحديات التي تواجهها. ولا بد أن يعرف المتكلمون باللغة العربية أن اللغة العربية هي هويتهم، هي التي تجمعهم. فإذا ما قضي على اللغة العربية ولن يكون، ستتفرق الألسن ولن يفهم أحد أحدا باللهجة العامية التي تتغير وتصير لغة أخرى، وهذا لن يكون بإذن الله تعالى. إذن هي قضية كبرى تحتاج إلى عمل جمعي من حكومات إلى مؤسسات تعليمية إلى مجامع لغوية إلى وسائل إعلام. دكتور محمود، ألا تعتقد كما ذكر الدكتور حمدي قبل قليل أن التعليم العالي بغير اللغة العربية وخصوصا في بعض الاختصاصات العلمية ينطوي على أخطار واضحة على هوية الشعوب ولحمتها، وأن ابتعاد الأمة عن لغتها هو انفصال عن الهوية كما ذكر دكتور حمدي قبل قليل، أو وإن إبعاد اللغة عن التعليم هو
إفناء مبرمجي هذه اللغة؟ نعم، أوافق الأخ دكتور حمدي على ما تفضل به يعني من طرف، وأخالفه من طرف آخر. خالفه من حيث إن الطالب الذي يسجل في الدراسات العليا وخاصة في غير البلاد العربية، إذا كان قد أسس نفسه على العربية الفصحى في الثانوية والجامعة فلا خوف عليه، لا نخاف عليه من التيار، من أي تيار في الدراسات العليا، ولو درس بغير العربية هذا لا مشكلة. ونحن نرى هذا الآن في الطلاب الذين يأتون من العرب، من بلاد العراق أو من مصر أو من سوريا، ويدرسون الدراسات العليا في تركيا، لا يدرسونها باللغة العربية، يدرسونها باللغة التركية، وإن كان هناك جزء منهم يدرس بالعربية، ولكن هذا لا يؤثر على أصل لغتهم ولا يؤثر على تعلمهم، لأن تعليمهم وتعلمهم كان قويا ومتينا على أساس قوي. ومن كان تعليمه على شفا جرف هار كما قال الله تعالى وكان مهلهلا، هذا سيبقى مهلهلا حتى ولو درس اللغة العربية في الدراسات العليا، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم دكتور محمود. أيضا دكتور مصعب، ألا تعتقد أن الغزو اللغوي اليوم أشد خطرا من أشكال الغزو الأخرى، الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية؟ نعم، ذكرتني شيئا من الشعر يقول، أو أنا أقوله يعني فيما مضى، فلنعم راي القوم أنت ونعم ما ألفت ما بين العروبة بالعرى، حارت بها حيل الغزاة جميعهم، الله، وارتدت الأبصار عنها حسرة، كم ثوروا هذا الغبار فما جنوا شيئا ولا وجه السماء تغبر. سل طالب اللاتين يطلب تينهم. هذا أول غزو لغوي فكري كان يتعلق بفرض الحروف اللاتينية. سل طالب اللاتين يطلب تينهم، أرنا سلالك هل رجعت مظفرة. الآن اللاتينية مشت وفرضت في تركيا لكنها عجزت في بلاد العرب، فهذا كان غزو فكري وفشل. ثم كل غزو فكري بعده يفشل، لأن اللغة العربية لا تقبل، يعني كالحسناء لا تقبل لها ضرة. لكن هناك شيء أقول، إذا كنا نتكلم بالغزو الفكري هي كلمات ومصطلحات تأتي لمخترعات، وهذا موجود، كل أمة مثلا تتفوق في زمن فتبدع مصطلحات وتبدع مخترعات، يدخل هذا مصطلحاتها ومخترعاتها في اللغات الأخرى، لكن ليس هذا المقصود، ليس المقصود. لكن المشكلة الكبرى في الغزو اللغوي والذي هو أشد من الاقتصادي، الاحتلال اللغوي. مثلا أن نفرض أو تفرض بعض الدول التعليم في المدارس باللغة الأجنبية، كما حصل مثلا في البلاد التي كانت فرنسا تحتلها في أفريقيا وكذا. فهؤلاء يعني تعلموا العلوم باللغة الفرنسية، كما يحصل في بعض البلاد العربية الآن، يفرضون عليهم تعلم العلوم باللغة الإنجليزية. هذا احتلال لغوي يضيع شخصية الطالب. نعم أقبل أيها الطلاب إلى تعلم اللغات الإنجليزية والفرنسية كذا كلغات أخرى، كلغات مساعدة في العلوم، لكن أن تكون هي اللغة لغة التعليم في المدارس وتفرض علينا، هذا محو لهوية الأطفال والشباب والناشئة، وهذا هو الاحتلال اللغوي وهو أشد من الغزو اللغوي. أيضا دكتور حمدي، العربية الفصحى أضحت في وسائل إعلامنا غريبة حقيقة في ديارها، وانسياقا وراء تيار التغريب يتجاوز الإعجاب باللغات الغربية، المثقفين إلى العامة أصبح اليوم من مظاهر العولمة الحديثة. ما تفسيرك لهذه الظاهرة؟ هذه الظاهرة موجودة من بدايات القرن العشرين، نعم، حيث كانت وسائل الإعلام وخاصة في الدراما يظهرون معلم اللغة العربية بإنسان غير مهندم ويتحدث بكلمات مقعرة، وكان الهدف يعني إبعاد الناس عن هؤلاء الذين يتحدثون باللغة العربية أو عن اللغة العربية نفسها. ثم إن أقسام الصحافة أو كليات الإعلام لا تدرس اللغة العربية الدراسة التي تخرج
جيلا او تخرج موظفين او متخصصين يستطيعون ان يتحدثوا باللغه العربيه. وهذا رايته وعشته في كليه الاداب في اقسام الصحافه والاعلام، ورايت كثيرا من الذين يدرسون في هذه الاقسام لا يعرفون الا قليلا من اللغه العربيه، وكان كل اهتمامهم باللغه الانجليزيه. نعم. لان اللغه الانجليزيه كما يصورها كثير من الاساتذه للاسف الشديد على انها لغه العلم ولغه الحضاره، اما اللغه العربيه فلا. هذا ما يطرح اليوم الى ان كثيرا من هذه الاقسام نعم. ليست فيها دراسات شرعيه نعم. وافيه تبين وتوضح للدارسين. طيب لناخذ راي الدكتور اللغة العربية محمود، لغه دين. اذا كنت تسمعني دكتور حمدي، اعتذر منك لضيق الوقت، لناخذ راي دكتور محمود يعني من مظاهر هذا التغريب ما يطلقه بعض المثقفين من الالفاظ الاجنبيه، هل هو تفاخر بالثقافه الغربيه ام شعور بالفوقيه ام ماذا؟ يا اخي الكريم، التكلم بغير العربيه من العربي هذا ضعف فيه، ضعف في شخصيته، يعني كل إنسان في داخله ضعف يريد أن يعوض هذا الضعف. فبأي شيء يعوضه؟ يعوضه بالتكلم ببعض اللغات أو ببعض الكلمات التي حفظها، وأكثر الناطقين بهذه الكلمات ينطقونها خطأ، يعني لا ينطقونها كما ينطقها أهلها. نحن لسنا ضد تعلم اللغة الأجنبية، على العكس تماما، أنا مدرس اللغة العربية، ولكن اللغة الأجنبية لا تقل عن اللغة العربية إلا قليلا، يعني أنا أتكلم بالإنجليزية كما أتكلم بالعربية الحمد لله، وأشرح للطلاب أحيانا بعض الكلمات يعني باللغة الأخرى إذا لم يفهموا يعني، ولكن لا يستطيع الإنسان أن يتكلم بكلمات من اللغة الأجنبية وهو بغنى عنها. وأرى أن الإنسان أو الشباب الذين يتكلمون بهذه اللغات والتي يدخلونها في حكاياتهم وفي محادثاتهم، هذا ضعف وهلهلة في شخصيتهم العلمية وفي بنائها، فلا بد أن يعودوا إلى أنفسهم وأن يعودوا إلى لغتهم. اللغة الأجنبية مهمة ولكن في مكانها وفي أوقاتها الخاصة، لا نمنع طلابنا من تعلم الأجنبية على العكس، ولكن لا نريد لشبابنا أن يذوبوا وأن يميعوا أنفسهم في هذه اللغة الأجنبية. نعم دكتور محمود. دكتور مصعب، في نهاية الحلقة ألا ترى أنه آن الأوان لتشريع قانون عالمي يسهم في الحفاظ على سلامة اللغة العربية؟ نحن مع كل تشريع يحترم ويقدر، ولا نقول يسهم في الحفاظ على اللغة العربية لأنها محفوظة، ولكن يسهم في جلاء وبلورة هذه القيمة للغة العربية. لكن ممن ينتظر هذا التشريع؟ هذه هي المشكلة. مثلا مجمع اللغة، سمعت أن مجمع اللغة في القاهرة كان قد أعد مشروعا لحفظ اللغة العربية، هذا دور المجامع. نعم، وقدمه أو لم يقدمه بعد، أو غاب في طياته وتحت الطاولات في البرلمان أو كذلك. لكن يعني نحن ماذا نريد من هذه المشاريع؟ نريد شيئا من المشاريع إذا كانت عند العرب أو في بلاد العرب، حيث العرب هم مادة الإسلام ومادة اللغة العربية، لذلك هم المسؤولون أولا عنها. صحيح. دون ربط ملح بين العرب والعربية، يعني فلنجعل العربية أيضا مسؤولية للأمم الأخرى. نعم. إذن دكتور حمدي، دكتور حمدي، بأقل من دقيقة، هل يسعى القائمون على التغريب والعولمة إلى إخراج العالم الإسلامي والعربي من هويته وصهره في وعاء الغرب، وما نتائج ذلك يعني بشكل مختصر بجملة؟ نعم، الذين القائمون على التغريب والعولمة يريدون أن يخرجوا المسلمين من دينهم لا من لغتهم فقط. نعم. والدين قائم على اللغة، وهذا ما يريدونه من قديم الزمان، وخاصة بعدما فشلت الحروب أو الاحتلال العسكري، فأوجدوا الاحتلال الثقافي الذي به يضعفون المسلمين في لغتهم وفي أخلاقهم وفي كل شيء. نعم. إذا بجملة لهم ذلك ولن يكون إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. فإن المسلمين والعرب خصوصا لا يستطيعون أن يتواصلوا
ويتفرقون جذر مذر أكثر من تفرقهم الذي يعيشونه. دكتور محمود، سبحانه وتعالى أن يهيئ لأمتنا أمر رشد. آمين آمين. شكرا لك دكتور حمدي، أعتذر منك لضيق الوقت. دكتور محمود بجملة أخيرة، كيف العرب أن يحافظوا على لغتهم؟ بالعودة إلى القرآن الكريم وتنشئة الجيل على سماع الفصيح والقراءة في كتب في أمهات الكتب من اللغة العربية الفصيحة، وكل هذا مع الالتجاء إلى الله عز وجل بأن يحفظنا وأن يحفظ أولادنا وأن يديم علينا نعمة هذه اللغة، وبالعودة إلى خيرية هذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. شكرا جزيلا لك على راسكي الدكتور محمود عبد الرزاق الثاني، مدرس اللغة العربية في جامعة موج كلية العلوم الإسلامية. وشكرا لك دكتور مصعب يعني حمود من الأستاذ الجامعي، وأشكر أيضا الدكتور حمدي بخيت كان معنا من مدينة قرسون التركية. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، وفي أمان الله وحفظه.